المغزلات ديالي، شخباركم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم ما كتشوفوا لا فيديو ديالي. نهار جديد، فيديو جديد وطاقة إيجابية جديدة. نتمنى هذا الفيديو تشوفوه من الأول حتى الأخر، حيتاش صورته لكم بكل حب وحاول نجيب لكم أفكار جديدة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. وكيف ما شاركت معكم في لا ديرنيير فيديو ما روتين ديال الصباح، اليوم قررت انني نشارك معكم لا روتين ديال العشيه. وهاد الوقيته البنات كنكون كملت المعنات ديال الغداء، غسلتهم، مسحت البوطه، دوزت واحد الجفاف خفيف هكا على لا كويزين. وبالنسبه للدار راني شاركت معكم روتيني الصباحي، تحدي العشر دقائق. اللي مازال ما شافتش لا فيديو دخل تشوفها، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. صافي، وغادي ندوز دابا باش ناخذ القهوه ديالي هي الاولى ونشربها على خاطري عاد باش نوضو نوجدو واحد الطبيله باش هكا ملي يجيو وليداتنا من ليكول نفرحوهم ما فيها باس. خليكم معايا. وبالنسبه للطبيله ديال الكوتي ديال اليوم، حاولت ندير حاجه اللي غادي تعجب ولدي وكذلك حنا الكبار نستمتعوا بها. حاولوا تطبقوها هكا مع وليداتكم وتجمعوا معاهم سيغ طابل، اكيد غادي يعجبهم الحال وغادي يفرحوا بزاف بزاف. خديت هكا اون بلونج، حطيت داكشي كامل اللي عندي، هادشي اللي غنبغي نعمر به لي كريب، كونفيتور، الغرانولا، شويه ديال لي فروي سيك، شوكولا، عسيله. مهم داكشي اللي متوفر عندكم تقدروا تستعملوه في الدار، ماشي ضروري يكون هادشي كامل اللي انا حاطه. ولا عندكم شي حاجه اخرى، شي اضافات، تقدروا تزيدوهم. حتى المنظر ديال الطبيله هكا ملي كيشوفوها الوليدات كولوري كتفتح ليهم الشهيه انهم ياكلوا. والناس اللي غايقولوا لي هادشي طخو سوكري ولا شي حاجه، هادشي راه ما كنديروهش كل نهار، ما فيها باس مره مره نفرحوا راسنا ونفرحوا وليداتنا، حيتاش اكيد الكبار والصغار كيحماقوا على لي كريب وكيحماقوا على السكروري. صافي، هنا خديت هاد لي فخوي غوج وكذلك درت معاهم شويه الكيوي بانان. حاولت نحط هكا طبيله متوله بمعنات زوينين، حاجه اللي نوصيكم عليها دائما وكنوصيكم عليها في تقريبا في جميع الفيديوهات ديالي، هما انكم تهلاو في راسكم. المعنات الزوينين جبدوهم لراسكم ولوليداتكم ولعائلاتكم اولى من الضيوف. وكيف ما كنقول لكم دائما، حتى الضيوف ملي كيجيو عندنا اكيد غنكبروا بهم. صافي، هنا الطبيله ديالي كنت وجدتها، وهاد الوقيته راني كنصور وكنتسنى ولدي يدخل من ليكول. صراحه ملي دخل وشاف المنظر هكا ديال الطبله عجبو الحال بزاف بزاف. حاولوا تجربوها مع وليداتكم وردوا عليا الخبر في لي كومونتير. وكاضافه تقدروا ديروا حتى لي كريب سالي، راه كاينين دي غوسيت اللي تقدروا تصوبوا بهم لي كريب بلا سكر بلا والو، تيتماشاو هكا مع غارنيتور سكري وحتى غارنيتور سالي. كفكره تقدروا تحطوا لا شاركوتري، انواع ديال لي فروماج، الكورنيشون، هكا اللي بغيتو تعمروا لي كريب سالي. انا اكتفيت غير بالسكري، حتى المره اخرى ان شاء الله وندير لكم لي دو فيرسيون ديال لي كريب. صافي، هنا غادي نبدا نطيب. وكل حاجه، كل كريب غادي نعمرو بغارنيتور مبدله. هانتوما شوفوا معايا ونرجعوا باش نديروا واحد لا غوسيت ديال العشاء غزاله بزاف، واكيد حتى هي غتنال الاعجاب ديالكم.
وحاولت نشارك معكم الحشوات اللي درت في الكريب، هكذا تاخذوا فكره وتعرفوا راسكم شنو الحشوه اللي غادي تقدر تعجبكم. صراحه انا عجبتني ديال هذه الغنه كل دابا ديال الجرانولا والكيوي والعسل، جات لذيذه بزاف صدقوني، جات بنينه اكثر من الحشوه ديال الشوكولا. صافي دابا غادي ندوزو باش نوجدوا العشيوه ديالنا. بالنسبه لوصفه العشاء اليوم سهله وسريعه التحضير، صراحه ما كنتش عوالا نهائيا ندير هاد نصور معكم هاد الوصفه، ولكن تشهيت الدجاج بالفيرميسيل وقلت علاش اللي ما نديروش، غير هو كان مشى الحال باش انني نشرم الدجاجه ونخليها ترقد على حقها وطريقها. لقيت عندي هذوك لي ساشي ديال لقمه الدجاج واجدين وانا نستعملهم. المهم عارفه بزاف ديال الناس غيقولوا لي من الاحسن ديري لقمه عاديه شرم ليه في الدار، ولكن كنت ديك الوقيته فات الحال بزاف، راكم عارفين مع التصوير غير باش نصور لكم هذيك الكريب بارتي وباش نصور لكم لاغوتين ديال المساء كل حاجه بوحدها، وباش نوصل لكم الفيديو باحسن صوره وما تملوش من المشاهده ديالو. فريمون كنضرب تماره ديال بصح، الناس اللي عندهم قنوات وكيديروا نفس المحتوى غادي يعرفوني علاش كندوي. صافي داكشي علاش قلت غادي ندير معكم هاد الشهي وقت عوالا ندير حاجه اخرى، ولكن حتى المره الجايه ان شاء الله نصور معكم الوصفه اللي كنت عوالا نصورها معكم في هاد لاغوتين. درت الدجاجه في الفران كيف ما شفتوا، هذاك البلاستيك الغذائي راه خاص بالفران، يعني ما عندكم مناش تخافوا، وكتجي الدجاجه فيه فتيه بزاف ورطبه، وصراحه ديك القمه لذيذه بزاف. درت الفيرميسيل راكم عارفين رقدتها في الماء سخون، من بعد زدت معها شويه ديال لي شامبينيون فري وكذلك شويه ديال الكورنيشون، الزيتون المقطع، الثومه، على ما اظن كلشي باين لكم في الصور. وبالنسبه للقامه درت شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار ولاصوص صوجا، كذلك درت شويه ديال سكينجبير وشويه ديال التحميره، الهريسه كتبقى اختياريه. كنشحروا كل شيء ومن بعد ندوزو باش نقدموا داكشي في طبق التقديم. انا رافقتهم بسلطه، داكشي اللي كان متوفر عندي في الثلاجه قطعته وغادي ندير عليه لاصوص. من بعد درت غير لاصوص جاهزه، ما صوبت حتى حاجه في الدار. وهذا هو الشكل ديال الدجاجه ديالنا، كتجي محمره، ما نحتاجوش كاع نحلوا لو ساشي ونطلعوها للفران تحمر ولا ندهنوها بشي حاجه، كيجي اللون ديالها زوين بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. وكنتمنى الاقتراح ديال وجبه العشاء ينال الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندوزو نتعشاو ونغسل المعنات ونمشي باش نعس ولدي حيت وصلت الوقيته ديال النعاس. خليكم معايا. Des gigantesques herbivores et des carnivores plus petits mais féroces ont alors peuplé la région. Les herbivores ont commencé à peu à peu à dominer la terre. Les carnivores étaient également très nombreux. Des dinosaures à plumes ressemblant à des oiseaux vivaient aussi. La terre était plus chaude et plus humide. Le niveau des mers sur toute la surface du globe était bien plus haut qu'aujourd'hui. you
واخيرا وصلت الوقيته الزوينه اللي انا عارفه بزاف ديال الامهات كيحماقوا عليها بحالي. هذه الوقيته اللي كنقدر نجلس فيها كمع الزوج ديالي، نناقشوا الامور العائليه، ندويو في شي حويجات اللي ما يقدروش ندويو فيها قدام الوليدات. وبما ان فصل الخريف دخل والحال بدا كيبرد، غادي نرجعوا للاجواء الزوينه ونرجعوا للتيزان وكذلك الشاي المنسم. هنا كنت خديت لادوش ديالي صراحه، كليس الدجاج، كليس بزاف بزاف بزاف، كنت مشهياه. وقلت ندير واحد لاتيزان هذيك ديال الرشاقه، راجلي بغى ديال هذيك الزرقاء اللي وريتكم مكتوبه فيها ليله سعيده، ولكن انا غادي نخلطهم كيعطيو واحد لوغو زوين زوين بزاف.